أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم عدو إلا رب العالمين
من فلا ظل لها
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. Bye.
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. آيات تدل على ثبات سيدنا إبراهيم الخليل على مبدئه وعلى عقيدته. ففي نهاية الآيات قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي نشأ على طاعة الله وعلى تقوى الله. ولذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ وجلاؤها ذكر الله. إن لله آنية في أرضه وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين. التلاوة كانت من سورة الشعراء والتي تلاها علينا فضيلة الوالد والعلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد. والقلب السليم هو الذي يملأه ذكر الله. اسمع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي صلاة الفجر
وحينما يسلم من صلاته يجد سيدنا أبا دجانة يهرول عقد كل صلاة.